السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده. انا هاني على قناتكم حدث اليوم، عصر يوم الثلاثاء 8 مارس، حلقه هامه، مصادر خاصه تؤكد ان تخوفات القيادات الحوثيه باجراء لمنع او التوقف للحراك الشعبي من الغليان اللي موجود في الشارع اليمني وخاصه في صنعاء، ايضا الخلافات الشديده ما بين القيادات الحوثيه التي كان من ضمنها اجراءات عنيفة، هنعرف أسرارها دلوقتي في الحلقة، وأيضا خوفهم من اتخاذ إيران مواقف ضد الحوثيين جعل خلافات شديدة ما بين القيادات، لأن إحساسهم بنهاية طريق الحوثيين هو فعلا في يعني نهاية الطريق بالنسبة لهم. لكن هندخل في سياق الحلقة، ورجاء تفعيل الجرس وسبسكرايب بشرفنا أول مرة. وبسم الله الرحمن الرحيم. القيادي الحوثي المعروف الإرهابي مهدي المشاط، سر تخوفهم من الحراك الشعبي العنيف اللي هو داخل حالة غليان كبيرة جدا داخل الشارع اليمني وخاصة في صنعاء ومناطق السيطرة اللي تتبع للحوثيين الإرهابيين، جعل القيادي مهدي المشاط يتخذ إجراء بأنه صرف راتب كامل للموظفين التابعين لمناطق سيطرة الميليشيات الحوثية منعا لاندلاع ثورة جياع. هما بيعملوا أي تصرف إن هما يمنعوا أي ثورة جياع. أفادت المصادر اللي أكدت إن السبب هو تخوفهم من الحراك اللي موجود دلوقتي قد يزيد إلى حراك أكتر ويكون ينتهي إلى نهاية الحوثيين، وإن شاء الله يكون في نهاية ليهم قريب. ده بعد غليان فعلا موجود في الشارع. هو تخوفهم بدأ من ظهور على الحوائط ارحل يا حوثي، إيران ليست دو يعني اليمن ليست محتلة من أو تابعة للإيرانيين، وشعارات يعني كثيرة جدا، فظهرت يعني بتزايد كبير. أيضا كان في مظاهرات منذ 48 ساعة كانت خفيفة جدا، ولكن اليوم كان في مظاهرات أكتر في بعض الشوارع في اليمن والشعارات تزداد. طبعا الناس اللي هي عندها وعي وبتقوم بالحراك ده دول اللي هم وطنيين مخلصين يمنيين، ولكن دول طبعا باستثناء اللي هي العائلات المعروفة اللي هي تبع الحوثيين أو اللي هي موالية ليهم زي عائلات المداني أو المدني والجرموزي والكبسي والديلمي والسراجي والشامي والحوثي طبعا واللحجي والخيواني، بالإضافة طبعا لعبيد الحوثيين والتابعين لهم، لكن دول كلهم في الآخر لا يتعدوا نسبة 1% من الشعب اليمني. الناس هناك في اليمن فاضيها، جوع فقر، ومازال الحوثي يرتوي بدماء اليمنيين اللي بيتم سفكها بحشدهم للتعزيزات للقتال في جبهات مش خاسرة، لا هي مش جبهات خاسرة، يعني هي جبهات بيكون نهايتهم ان هم بيرجعوا في صناديق او حتى ما بيقدروش يلموا اللي هي القيادات بتاعتهم والحوثيين اللي بيتم هلاكهم في الجبهات. يعني في قيادات حوثية اعلنوا هم نفسهم عن ان هي تم مقتلهم وهلاكهم وان هم دفنوهم، والحقيقه لا، موجود في الصحراء في مأرب، موجود في الصحراء في مستباه، موجود في الصحراء في بني عبس وبني احمد، موجود جثث ليهم كتير جدا موجوده، ولكن هم اعلنوا عن وفاتهم لكن هم ما خدوهاش موجوده في الصحراء. يعني هم بالنسبه لهم اللي بيبقى بيقع منهم هم بيسيبوه بيرموه رميه الكلاب، هم برضه نهايتهم برضه هتكون رميتهم زي الكلب اللي هو بينبح وياخد طلقه في دماغه. لكن هنا هنتكلم ايضا عن يعني سر يتم اعلانه لاول مره هنا على قناه حدث اليوم، انه في توتر شديد جدا وخلافات حاده ما بين القيادات الحوثيه نتيجه الموقف الروسي اللي هم كانوا يعني بيتم التعويل عليه، وان هم كانوا عاملين حسابهم ان هم وقوفهم مع روسيا، انا ما اعرفش ازاي جالهم يعني الاحساس ده او اليقين ده او ان هم يعني دماغهم وصلت لكده، ان هم قعدوا يدعموا يعني روسيا في موقفها مع ضد امريكا او حتى مع اوكرانيا بالتويتات اللي كان بيعملها محمد علي الحوثي وغيرهم من القيادات، حسين العزي وغيرهم من القيادات واحمد حامد، يعني كانوا ان هم فاهمين ان ده يعتبر دعم ليهم، ولكن هم حسوا ان هم كانوا بيتكلموا مع بعض كده بيقولوا حصل تسريبات بيقولوا ان هم يعني حسوا بطعنه من روسيا. ليس ذلك فقط، ولكن الخلافات وصلت زياده انه احساسهم بان الدعم الايراني ليهم، الدعم السياسي، الدعم من القيادات اللي بتيجي من هناك، الدعم مش قوي جدا، مش حاسين ان ايران واقفه معاهم. فاتخذ بعض القيادات من ضمن الخلافات اللي حصلت
انه اتخذ بعض القيادات اجراءات من ضمنها تصعيد الازمه النفط، ان هم يعني وقف امدادات النفط للمحافظات وان هم موقفينها، وزياده الاسعار دي ازمه هم مفتعلينها لتحريك الشعب اكتر. هم فاهمين ان الشعب لما يبقى كده ان هم يبقى يقف في صفهم. طبعا القيادات التانية اللي ممكن يكون عندها شوية فهم يعني، بس يعني طبعا برضو انا يعني اعجز عن وصفهم ان هم برضو ما بيفهموش في الاخر كلهم، ولكن القيادات التانية قالت لهم، اختلفت معاهم وحصل يعني عنف شديد جدا في الكلام ما بينهم، ان هم قالوا لهم ان ده هيؤدي الى نهاية حتمية لينا، وطبعا ده نهاية فعلا. وعرض بعضهم يعني الاجراءات بتاعت اللي هي وقف تزويد النفط للمحافظات وزياده الاسعار والغلاء الشديد جدا، وحتى كمان الاجراءات اللي عملوها اللي هي الضرائب يعني للحشد وللانفاق العسكري. فقالوا لهم ان ده هي في الاخر هتكون نتيجته علينا، هينقلب السحر على الساحر. ده كان وصف بعض القيادات منهم. ولكن من ناحيه اخرى الحوثيين في على بعض الجبهات تم هلاك قيادات حوثيه، ودي هنقولها في الاسامي كلها بالصور، هنقولها في الحلقه الجايه ليكون في اخبار حصريه تانية. ولكن هنا انا بتكلم عن في منطقه على الحدود ما بين اليمن وبين المملكه العربيه السعوديه، تم يعني عمليه خاطفه للجيش اليمني الويت اليمني السعيد، بعض القيادات المخلصه قاموا بهجوم مباغت على الميليشيات الحوثيه. العمليه الخاطفه اللي قام بيها قوات خاصه تابعه لالويه اليمن السعيد وقوات خاصه اخرى قامت بالعمليه دي، المنطقه دي اسمها الحثيره، او اذا كنت نطقتها صح عفوا يعني الحثيره او الحثيره. تم تحرير المنطقه دي بقوات خاصه من ايدي الميليشيات الحوثيه، وتكبد الحوثيين من الميليشيات خسائر فادحه جدا في الارواح، هلك منهم مجموعات كبيره جدا، ده غير اللي هو تم اسرهم واللي تم هروبهم. ايضا ساتحدث في حلقه المساء عن اخبار يتم ذكرها لاول مره ومفاجاه عن الحوثيين وبعض التصرفات اللي هي بيعملوها ان هم بيبيعوا اليمن، لكن هيبيعوا اليمن ازاي هتعرفوا ان شاء الله في حلقه المساء عند يعني الساعه 8 بتوقيت الرياض. انتظروني، انا هاني كنتم معكم على قناتكم حدث اليوم. حفظ الله المملكه العربيه السعوديه، قيادتها الملك سلمان ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، وجمهوريه مصر العربيه رئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقوم بالزياره الان لاخي الملك سلمان واخي سمو الامير محمد بن سلمان في زياره للرياض للتباحث في المواقف لضروره يعني تحشيد الموقف المصري والسعودي والاماراتي في الوقوف للازمات التي تحيك بالمنطقه، منها الموقف الايراني النووي الذي سيتم الاعلان عنه في الايام القادمه. لابد ان يكون في جبهه واحده وانه يتم التنسيق ما بين القيادات السياسيه، ونحن نعرف ان العلاقات والقوة الباقية من الدول العربية هي جمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة. دمتم في أمان الله، انتظروني في حلقة الساعة 8 بتوقيت الرياض. كنتم أنا معكم هاني على قناتكم حدث اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.